لكن تعالوا نلقي بقى نظره بشكل عام على صن داونز في دور المجموعات، ثم بشكل مفصل على بعض اللاعبين واهم نجوم فريق صن داونز. لو استعرضنا صن داونز في دور الابطال في دور المجموعات، سواء المباريات اللي لعبها داخل ملعبه او خارج ملعبه، هتلاقي دايما ان نسبه الاستحواذ على ارضه طبعا في ملعبه هي الصن داونز بفارق شاسع. ماتش بترو اتلتيكو 61%، ماتش الوداد كان في المغرب 43%، اتحاد العاصمه كان في الجزائر 41%، لكن يرجع تاني يلعب في جنوب افريقيا يحقق نسبه استحواذ 69%، ومع بترو اتلتيكو في انجولا 59%، ومع الوداد في جنوب افريقيا 60%. اذا انت امام مدير فني ولاعبين بالظبط زي النادي الاهلي، فكره صراع الاستحواذ، مين اللي هيستحوذ على الكره، مين اللي بيدور الكره اكتر. هتلاقي كمان زي ما احنا هنا استعرضنا ان النادي الاهلي دايما عدد تمريراته بتتخطى ال 500 تمريره، هتلاقي نفس الكلام مع فريق صن داونز ملعبه تحديدا، تحديدا 576، الوداد عشان بره 349، اتحاد العاصمه بره 455 برضه بيقترب من ال 500، واتحاد العاصمه 684، وفي بترو اتلتيكو بره 339، 548 في الوداد. يعني اذا هو بيلعب باستحواذ جيد جدا على ملعبه، ولكن خارج ملعبه تقدر تصنع عليه الاستحواذ، وبرضه عنده رقم كبير جدا في دقه تمريراته باستثناء مباراتين هو اللي قل عن 83%. المباراه الاولى بترو اتلتيكو بيعمل دقه تمريرات 88%، ودي بتبين الكواليتي بتاع اللاعبين اللي بيحتويهم فريق صن داونز. مباراه الوداد في المغرب لان عدد التمريرات كانت قليله 68%، اتحاد العاصمه الجزائري 76%، اتحاد العاصمه الجزائري الثاني في جنوب افريقيا 85%، مع بترو اتلتيكو خارجيا وتعادل 2-2 83%، ثم الوداد 86%. اعتقد دقه التمريرات عاليه جدا يا فارس، وفريق مستحوذ، فريق عنده لاعبي كره بالزبط. برضو سلاح عنده تاني سلاح العرضيات، العرضيات خاصه في ملعبه بترو اتلتيكو على ارضه، الوداد 8 خارج الارض، اتحاد العاصمه 21 خارج الارض، و13 عرضيه قدام اتحاد العاصمه في المباراه الثانيه، 22 بترو اتلتيكو، 23 قدام الوداد. ولو رحنا الحاجات بقى المهمه زي التسديدات برضو على ملعبه كان واضح تسديداته، 15 قدام بترو اتلتيكو، خارج الارض 9 قدام الوداد، وده عدد كبير جدا قدام فريق زي الوداد على ملعبه، ودي حاجه لازم نقف عندها. والمباراه كانت صعبه جدا 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 على فريق الوداد، وكانوا ضاغطين على الوداد بشكل كبير جدا جدا. اصعب مباراه على فكره، جمهور المغرب حيا موسيماني بعد المباراه دي، لان نادرا ما تشوف فريق في افريقيا بيلعبك على ارضك وبيقدم الاداء ده، ودي اشاره مهمه جدا. 6 محاولات قدام اتحاد العاصمه، وبعدها 10 محاولات على ملعبه برضو مع بترو اتلتيكو، 14 محاولة و11 محاولة قدام الوداد، الأهداف 3 قدام بترو اتلتيكو، 0-0 الوداد، اتحاد العاصمة 1-0، 2-1 قدام اتحاد العاصمة، 2-2 مع بترو اتلتيكو، و1-0 في مباراة الوداد الأخيرة. بيقدر يسجل خارج ملعبه يا فارس، وده الخطورة. سجل في اتحاد العاصمة الجزائري 1-0 وفاز بالمباراة، وكمان سجل في بترو اتلتيكو هدفين باستثناء مباراة الوداد انتهت النتيجة 0-0. فأعتقد أمام فريق قوي جدا، فريق لا يستهان به، فريق بيمتلك شخصية البطل. وجود المدير الفني مع اللاعبين لمدة 5 أو 6 مواسم بيصنع استحواذ أو انسجام، وخلاص بقى تقدر تلعب، اللعيبة تلعب على المغمض، عندهم سرعات غاية جدا، بيمتازوا بالسرعات بشكل غير طبيعي. الضغط على المنافس بيكون في نقطة الانطلاق في الضغط، بيربك أي لاعب معاه الكرة، ففريق لازم ناخد حذرنا منه جيدا، خاصة ان هو زي ما قلنا من اقوى الفرق الموجودين في القارة. عندنا حاجات تانية نستعرضها طبعا يا فارس، عندنا حاجات نستعرضها، ولكن اهم من الارقام مفهوم ومدلول الارقام. شفنا نسبة تمريرات ودقة تمريرات صن داونز مرتفعة جدا، وعدد تمريراته مندفعة جدا، ده نابع من ان موسيماني عنده قلبين دفاع، ناسيمنتو او ماديشا، الاثنين دقة تمريراتهم من الأعلى ما بين مدافعين القارة والبطولة. ناسيمنتو بتوصل عدد دقة تمريراته ل 92%، وده رقم كبير جدا بالنسبة للمدافع. لو قارنا عندنا في الأهلي المتوسط لقلب الدفاع بيوصل حوالي 85 لحوالي 87%، ده متوسط، ولكن 92% ده كتير جدا. كمان عنده ماديشا المدافع المميز جدا في ضربات الرأس، اللي سجل أكتر من هدف بضربات الرأس،
وهنستعرض الهدافين. على فكره الاثنين عندهم في الكرات الثابته بيزيدوا زياده وبيتقنوا جدا ضربات الراس واهداف. بالظبط. الاهم ان الاثنين دولت من اكتر اللاعبين اللي بيلمسوا الكره في فريق صن داونز، وده معناه ان فريق بيبني الهجمه هو ده اللي وشغال معدل بالضبط. التمرير يا احمد، وده اللي احنا ربطنا بيه، معدل التمرير نابع من الاثنين دول، والضغط عليهم بضغط متقدم مهم جدا. انت بتخنق صن داونز في التدرج بالكره لما تضغط على قلبين الدفاع، لان كمان عندهم حاجه تمريراتهم المباشره الطوليه اكتر بكتير جدا من ان انا ابدا افتح للاطراف. هو بيعتمد ان هو يطلع على جالي او كيكانا ويبدا الهجمه. الضغط المتقدم عليه هيعطله في بدايه الهجمه. كمان ناسيمنتو في حاجة غريبة جدا، على قد ما هو مدافع مميز في الكرات الهوائية لما بيتقدم، إلا أنه دفاعيا من أقل المدافعين داخل البطولة في معدلات الفوز بالكرات الهوائية يا أحمد، حوالي 28%، وده رقم قليل جدا. هو في الكرات الهوائية رغم طوله عنده مشكلة ممكن لها علاقة بدنيا وبعامل السن، ولكن على الجانب الآخر ماديشا متفوق جدا في الكرات دي. ده اللي احنا بنفسر بيه فكرة تدرج الفريق بالهجمة مع موسيماني. لو شفنا اللاعبين اللي سجلوا أحمد هدافي صن داونز هنلاقي حاجة غريبة جدا. انت بتتكلم على الفرق كمان الكبرى دلوقتي، تلاقي نفسك بتقول ايه، صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو، التلاتة مسجلين مثلا 90% من أهداف ليفربول. صن داونز مش كده، صن داونز انت لا تعلم من اين ياتيك الخطر. صن داونز كل الفريق تقريبا كعناصر ومنظومه واحده يقدر يسجل. ماديشا موجيكا ماديشا هدفين قلب الدفاع، ريكاردو ناسيمنتو هدف، كيكانا لاعب الارتكاز الوسط المدافع هدف، موكيلزي هدف لاعب جناح، مورينا جناح هدف، افونسو المهاجم هدف برضه، افونسو غايب بقاله فتره ولكن معاهم، لكن معاهم موجود في القائمه وهو ما بيلعبش لفترات طويله. سيرينو هدف، يعني احنا لو شفنا بنتكلم في 9 اهداف، عندك قلبين الدفاع بيسجلوا، عندك لاعب الارتكاز بيسجل، الاجنحه بتسجل، ولكن في حاجه غريبه جدا، الضربات الثابته هو ده خطيره على عكس فرق افريقيا. فرق أفريقيا بعيدا عن الشمال الأفريقي عندهم حاجة غريبة جدا، دايما عندهم ضعف في الضربات الثابتة. فرق الشمال الأفريقي ممنهجة ومميزة جدا في التمركز في الكرات الثابتة، على عكس الفرق الخاصة بأفريقيا السمراء عندها مشكلة، ولكن على العكس صن داونز مميز جدا في الضربات الثابتة، وده اللي لازم نعمل حسابنا منه.